عشرة آلاف وأكثر من موظفي الشبه الطبي أحيلوا على التقاعد، ومنهم من أودعوا ملفاتهم للاستفادة من التقاعد النسبي خلال العام الجاري، الأمر الذي تسبب في عجز كبير في المؤسسات الصحية. عندناش إحصائيات تاعهم، ولكن راهو بين 10,000 شبه طبيين ولا أكثر اللي خرجوا للتقاعد هذه السنة. النقابة الجزائرية للشبه الطبي تؤكد أن وتيرة التكوين المعتمدة من طرف وزارة الصحة وبأعداد قليلة للمتربصين لا تفي بالغرض المطلوب. العجز هذا باش نغطيوه دوك 5 سنوات باش نقدروا نغطيوه تاع 10,000 درك، باسكو كل سنة اللي رايحين يتخرجوا كان 4,000 5,000، ولكن هذا في 48 ولاية، دوك 48 ولاية في العاصمة تصيب 300 ما نقدروش نغلطوا على بها العجز، باسكو في العاصمة كان أكثر من 1000 شبه طبي اللي خرج تقاعد. هذه الوضعية حسب النقابة جعلت تكفل موظفي شبه الطبي بالمرضى في المستشفيات مستحيلا.